الثابتة التي جاءت فيما بعد بنتائجها بالاعتماد على سرعة وخبرة بوغروا الذي كان وراء أخطر فرصة في الدقيقة 16 وجها لوجه مع الحارس التلمساني باركي، هذا الأخير يتألق بالصد. رد الوداد عن طريق التسديد والخداع وخبرة بوغاش من الجهة المقابلة وفنيات وسط الميدان بن بلعيد. لكن أشبال سليماني كانوا مصممين، فجاء الضغط بثماره في الدقيقة 19 ركنية ورأسية جلاوي في شباك الوداد، هدف زاد من إرادة المحليين في الخروج بنتيجة إيجابية، غير أن الرد التلمساني للعودة في المباراة بدأ بهذه التسديدة من عويساسي وشويح إلى الركنية. الوداد تميز في اللحظات الأخيرة من كل مرحلة، ففي الثواني الأخيرة من الوقت بدا للضائع بن شريفة وبعد أخذ ورد وسوء التغطية الدفاعية يسجل هدف التعادل الذي انتهى على إثره الشوط الأول. في المرحلة الثانية لم نشهد الكثير من اللقطات ما عدا تسديدة بوغروا بعدما تلقى كرة في العمق أخرجها الحارس باركي إلى الركنية في الدقيقة 58. نهاية اللقاء كانت مميزة، ففي الوقت الذي كان يظن الجميع أن اللقاء ذاهب إلى التعادل، هجمة خاطفة وراءها المتألق بن بلعيد من وسط الميدان، كرة ذكية للسريع ويساسي يخترق ويسجل بقوة هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من اللقاء. بن بلعيد